نتمنى تكونوا مزيانين على احسن ما يرام. كنبداو نهارنا دائما بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نهار جديد وفيديو جديد. دابا لقيتوني هذه الوحده وعشرة، خرج مشي تسخر، جبت شي صغيره دست الاكسيون قيتو خاوي، زعما اللي بغى دابا يمشي يتسخر بحال اللي كنقولوا حنايا عايمشي. المهم غادي نشارك معك، ما صورتش في وسط اكسيون ولكن لقيت هاد اللوايات هادو الاورو 79 مزيونين، بغيت انا غادي نديرهم في الحمام ان شاء الله بحول الله. هاد جويجات لصقت هادي المجر. المهم هادو بجوج، جوج الاورو 79 الوحده. ديت هادي ديال الدوتشا، والله ما عرفت الثمن ديالها، هزها الراجل ديالي. المهم كان عندهم كوغيط الكاغيط هو ديال الكوزينه اورو 49، يعني ثمن معقول. ما من تما ولي دزت اللي دار، جبت هادو اي صخيره هيدا خفيفه وصافي. هادو ديال بومبو، جبت هاد الكومير هذا هو ديال بوكاديو، هاد الكاغيط ديال ميسا حتى هو. جبت هاد القربانص ومسلوق، عندي مفزق ولكن انا بغيت هادا غادي نديرو فواحد الشلاضه غادي نشاركها معكم اليوم. جبت هاد السبيناكا باش نمشي شي حاجه لان باقا نهار تسخرنا والما. جبت هاد يوغورت ناتورال هو كيعجبني نديرو في الكيك والحاجات. المهم كانت هادي هي السخره ديالي، غادي نجمع هادشي ونرجع معكم ان شاء الله نوجد معكم الشلاضه اللي غادي ندير اليوم. غادي ندير الشلاضه ديال الحمص بالصدره ديال الدجاج غنشاركها معكم. المهم اللي درتها غادي نشاركها معكم، يعني يومياتي روتيني اليومي. يلا غادي ندي هادو نعدلهم في بلاصتهم ونرجع معكم ان شاء الله. المهم رجعت معكم هاد اللوايات، ها هما عملتهم هنايا، عملت وحده هنا وعملت وحده هنا. والله الا هادي شحال وانا كان عندي الكنان نديرهم، اليوم عطى الحق وقتهم، عطاو شويه واحد الجماليه للحمام. المهم اللي محتاج فيهم راه كاينه في اكسيون، ولكن دابا هادو الجوج الاخرانيين اللي بقاو يمكن يدخلوهم. رجعت معكم حبيباتي، لقيتوني غادي نوجد الغداء. الغداء اليوم الحراره كاينه عندي غير شي حاجه خفيفه وصافي. عندي هنايا واحد الفيليز ديال البتشوكا، هذه البتشوكا دي ديال واحد الدجاجه. عندي هنا الحمص مسلوق، يعني انا عملت البوطي يمكن لكم تفزقوه وتسلقوه على هذه التجربه. المهم الحاجه الوحيده اللي عم بدأ بها الاولى هي قطعت البطاطا على هذا الشكل، غادي ندير لها الملح وزيت العذر وخشه في الفران طيب. كما يمكن لكم تقليها، انا غنتفادى نقلي لان غادي نقلي الدنجال مع نقلي شي هذا وبزاف. اش غنقول لكم، غنقول لكم المقلي، ولكن احيانا بزز منك كضطر. المهم شويه زيت العود والملحه ما غادي ندير لها حتى حاجه. بسم الله. يعني البطاطا هيدا كتجي لسانية كتجي لذيذة، اللي بغا يبزرها يبزرها، أنا ما بغيتش، أنا بغيت درتلها غير الملحة وزيت العود. غادي نعملها هنايا كيما يمكنكم تقليوها، واحد يمكن لو يقليها ماشي مشكل. صافي دابا غادي نبدا بالدنجال. عندي مغسول هنا، عندي الكشوكا مطيشة البصلة، يعني الخضره يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا على حساب الامكانيات وعلى حساب اللي عندكم في الدار، يعني ماشي على علينا كلشي اولا نقصنا كلشي. هذا الدنجال اللي بغى يخليه بالقشره ديالو اولا يحيدها، انا غادي نخليه هيدا بقشرته وغادي غادي نقطع طريفات بحال اللي غنقطع الطروفه ديال نقطع مكعبات او مربعات على هذا الشكل هذا. دابا الصيفيه ما بقينا كنقدو على حتى حاجه ناكلوها، والله العظيم غير شي حاجه غير شليضات ولا شي حاجه هيدا. خرجنا دابا باش نسخن المود الحراره اللي كاينه
ايوا وانا على هذا الشكل هذا غادي نعمل له واحد شويه ديال الملحه وغادي نخليه حتى تقريبا بحال اللي كنقولوا يهود منه ديك الماء ديالو وغادي نوريكم الطريقه الثانيه اللي غادي نعملها. المهم غادي نعملو هنا كامل شويه ديال الملح غادي نملحو ونخلي تنزل من ديك الماء كامل ديالو وغادي نولي المرحلة اللي من بعد. يا تقريبا هاد الشلاضه راه كتجي بحال اللي كنقولوا كامله مكموله، فيها الدنجال فيها البطاطا فيها اللحم فيها الحمص يعني فيها الكوكه مطيشه غير هيدا راه تقريبا. المهم هذا عاود الدجاج غادي نعملو غير تمليحه وشويه ديال الجزر، يعني ما نعملوش شي توابل اللي هي انا راه قطعتو بيدي، كانت عندي السديره هيدا ديال الدجاج. نعمل شويه وصافي. غادي نجيب واحد المقلة باش غادي نقليه. هنا هاد المسجل يعني ما طلعليش لي ما بزاف لا والو، غادي نحاول بحال هيدا غادي نحاول غير هيدا بحال لي نسيكارو بشي كاغي فوالا ديزو ميدير. المهم غادي نحاول نسيكارو بهاد الطريقة هادي وغادي نمسح حتى هاد البواطا لأن غادي نولي نرجع فيها هاد الدنجال. أنا بغيتو يجيني يعني سيكو الزيت هو عندي سخن، غنقلي العافية وغادي نبدا نشحها هاد هنا هاد الدنجال لي نشفتو كامل غادي نرجعو لهاد البواطا. وغادي نعملو شوية ديال الطحين. غادي نعملو شوية ديال الطحين هنا نضرب المقلة حتى هي سخون. غادي نعمل شوية الزيت، غنعمل لنا غير زيت عادية المقلي ديال الدجاج. هو الكمية ديال الدجاج هو ديال خمسة متين. غادي نجهد عليه شوية باش يوجد لي داغية. هنا هاد الدنجال هدا أنا درت له طحين، غادي نحاول كامل نلبسو بهاد الطحين اللي عملت له.
انا بعض المرة هاد الاكله هذه كنعملها غير للعشاء، يعني اذا ما عنديش بدان نغير ولا كتكون كامله يعني فيها خضره فيها كل شيء. بعض المرة كنعمل حتى الدبنجان كنعملو في غادي نحط غير المقله ديالي سخنات غادي نضيف عليها هاد هذا وهذا وخدمو فيه اللي كنكون غادي هاي دم البحر كنعدلها لولادي او لا ونخرج هدا شي خريجه. والكميه كتختلف، تقدر تعملو جوج بوتنجانات ثلاثة، المهم على حسب الناس وعلى حسب لي صافي. غادي نقلي الفيلي ديال السدره ديال الدجاج وجدو كنقطعهم على كنقطعهم على الطريقه اللي خصو الانسان عشان يحامي. المهم انا هاد الماكله هادي غادي نرافقها بواحد البيتزا ديال هاد هذا، ولكن ما غاديش نصورو معاكم، صورت معاكم هادي باش ما يجيش الفيديو طويل وصلاتو على النبي. المهم كيمشي كنرافقو مع صلصة ديال اليوغور، انا سبق لي صورتها معكم وغادي نصورها معكم حتى دابا. دابا غادي ناخذ نوجد البلاطو ديالي اللي غنزل به هادشي. عندي هاد البلاطو هذا هيدا المهم التوصيل ديالي هو واجد، غادي نبدا ننزل فيه دابا. اول حاجه غادي ندير اللتشوكا، انا عملت غير كميه قليله، انا قلت لكم يعني على حسب الناس اللي عندكم نتوما كديروا. انا هذا زايده عليه بيتزا هو هو هذاك. المهم غادي نزيد عليه هذا الدبنجال اللي شحات، غادي نزيدو انا عندي غير شويه لان باغي نزيد واحد الكميه شويه من الفوق ديال ايه سمحوا لي انا عندي كلشي مضيق. هنا غادي نهز عاود شويه ديال البطاطا، ها كيفاش كتجي معايا يعني ملي كنطيبوها في هذا كتجي ها طيبه دغيا وجدت بقى حاميه. نزيد شويه ديال الحمص، نزيد شويه ديال الطماطيشه والبصله، غادي نزيد هاد الطريفات ديال الدجاج، غادي نزيد عليه واحد شويه لان الكميه الاخرى اللي غادا تبقى عندي غنزيدها من الفوق. يمكنكم تعوضوه ولا ما بغيتوش تعملوا الدجاج تعوضوه بالتون، وكل واحد وشنو غادي. المهم غادي نزيد هاد الكميه اللي باقا لي ديال الدنجال، هاهي واخا غير دنجاله وحده وشويه ديال البطاطا ما شاء الله كيجي البلاطو عامر. هنا عندي اللي تشوف هاد الخيار انا بغيت نعملو غير هنايا غير مع الحاشيه، لان بغيت ننزل هاد الطبسيل في الوسط. اللي بغى يزيد الفجل اللي بغى يزيد
واللي على حسب بحال اللي كنقولوا الاستطاعه. ايوا كيوجد دغيا وكيجي لذيذ بعض ما شاء الله، يعني فيه واحد الكميه وفيره ما بين الشلاضه وبين الخضره. هنا انا عندي الزيتون البيض حتى هو غادي نزيدو، غادي نزيد هاد القريفات اللي باقين ديال الدجاج من الفوق. صبروا على قبلوا على التصوير لانني كنصور بوحدي. هنا غادي نزيد هاد الصلصه ديال يوغور اللي غادي نرفعو بهم قبل اللي بغى يعمل مايونيز حتى هو يقدر يعملها. انا عملت بغيت عملت هاد الصلصه ديال يوغور. بسم الله اصلا يعني اللي بغى كاع يعملو بحال كنقولو البلاطو الاولاني راه مشبع، فيه البطاطا فيه الدنجال فيه الدجاج. شويه ديال الصلصه اللي شاطت غادي نزيد هادو اللي صاد اللي بغا زعما يزيد صلصه راه غادي يزيدها. اسمعوا الفران عندي باقي كي يعني خاصني كنشوي شويه ديال الفلفله. ملي كنكون شعل الفران دائما اما كنعجن اولا، المهم انا هذه الماكله هذه غنرافقها واحد الشيزه ديال البومبو نحطها معكم في الفيديو قادم ان شاء الله. غادي ننزل معكم البلاطو ديالي يعني شهي منعش ديال هاد الحراره هذه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.